صورة تفتادية بالمناسبة. شكرا سي حسن، كذلك شكرا سي عبد الله. كلمة. السلام عليكم. الزوج بن داو في الحقيقة كنبغي يعني كنعتذر للمرشح ديالنا كذلك، وكنتحرى تصفيقا للمرشح ديالي وزيارة الدكتور كنعتذر لأن ربما ما كانش شكرا لا، ولكن اليوم ندير شرعية الكيمياء الأولى تستغرق بالنسبة لغاية مازال تيكمل. أعتذر أتشكر على الجمعية نواز الحكومية المقاطعة ديزني سي جمال الدين أبو الحمد اللي هو صديق ديال الطفولة وزميل ديالنا في المسرح وعاش معنا يعني اللحظات كلها، انت هو عارف يعني بصدر الذكريات وحيطه الحياه، ارسلتيني اي زنقران حيت ربما اليوم في هذه المحفل هذا حتى حنا بدينا في جمعيه السندباد، ونادي كذلك مع المي الحسن ومع الاخوان يعني كنبغي نحيي ايضا شاعرتنا الكبيره الاستاذه خديجه اروهان الحاضره معنا، نحيي ايضا بطبيعه الحال الاستاذ رشيد عمام اللي كان اول من اعطانا ايضا الفرصه اننا ندخل الاذاعه المدرسيه وتكون التعليم الدين وتعلمنا منه كيبقى احسن واجمل واروع منشط يعني بطبيعه الحال عبر التعليم المركزي. الاستاذ الشيخ بالله ايضا غني عن كل ذلك، ربما الناس كيعرفوه في المجلس التقني انه حسن حسن الشيخ بالله راه عندنا ذكريات كبيره منذ الطفوله لانه نتاج العمل الجمعوي والعمل الثقافي والتنشيط ايضا المسرحي وسال معنا وشجعنا وتعلمنا منذ الطفوله، فاليوم الحضور ديالو ايضا ضمن المجلس التقني المركزي هو فخر كل الشباب ديال المدينه ديال تيزنيت، وحنا كنسدد بالمناسبه كشباب لان كنعرفوا انه ولد الميدان وجا لانه باغي يعطي لهذا الميدان رفقه جميع الاخوان، فتحيه للشيخ بلا اللي كان هو المؤسس ديال الرابطه ديال الشعراء والادباء الصغار في سنوات التسعينات وكان في مدينه تيزنيت. كنحيي ايضا ونعيط فوق المنصه ابناء اخرين السي وليد الحسن المكرم ديالنا، كان ديال سعد احمد الزدان الشاعر والمناضل الكبير اللي حضر معنا، كان ايضا على الاستاذ قدير الفاضل التوادي اللي حضر معنا، كان ايضا على واحد اخر اللي تكلم في المدرسه ديال بويا حسن صوت جميل وصحفي ومتالق واخ عزيز سي عزيز الابيض، وكان ايضا على الاستاذ عبد الله حسني المقدر اللي كان عاش معنا في الحلقات ديال نادي الكباكيت. غنقول واحد جوج ديال الجمل الله يخليكم لما كنعرفوهمش على السي حسن بويا وطبيعه الحال كان عمري كان عقل عندي 10 سنين كان يعني 10 سنين في مدينة تيزنيت، وربما كما قالت سلمى كانوا أحلام وهواجس وبزاف ديال الأفكار في الراس، ولكن كما كيقولوا العين بسطة واليد قطعة. زدت هذا الراجل هذا واحد النهار اللي جا عندي في وسط مدينة تيزنيت وجا وقال لي يا سي عبد الله واش بغيتي دير الأنشطة واش بغيتي دير المسرح، باش هو الحلم ديالي الحلم ديالي أنني نولي مذيع ونولي صحفي ونولي منشط. قال لي جيت عند مقدار الشباب راه كاين واحد النادي كيدير انشطه ثقافيه فنيه اجي تشوفهم ديو وعجبك الحال تستمر معنا. في الحقيقه كان هذاك هو اسعد يوم في حياتي، وربما كنقول بان الفضل ديال هذا الشيء اللي وصلنا ليه اليوم الا كنا كنمثل المدينه ديال تيزنيت فهو بفضل الله سبحانه وتعالى، كاين فضل كبير كيرجع لهذا الرجل هذا الذي ادير له بالجميل وادير له فانا كان يدين البويا الحسن وكان يدين بطبيعه الحال الاصدقاء ديالي والزملاء ديالي، وكان بغي يدين ايضا الاستاذ رشيد العلام اول واحد امن بي يعني كصوت جميل وكإذاعي، وكنقول للمدينه ديال تيزنيت ما تفرطش في الناس اللي عطاو ليها هذه التفاته جميله من الجمعيه ديال واز، كنتمنى ان هذه التفاتات تمس ناس اخرين، وانا بغي يبقى دائما ذلك الرجل الوفي المربي المفكر المثقف الواعي الحنون الرائع والجميل ويا حسن اللي ما كيعرفوش مقدر مسرح طراز رفيع مقدر طراز رفيع انسان يعني ذو مشاعر وذو احاسيس رهيبه وواحد الانسان عطى الشعب الكثير شباب ديال التلفزيون ربما ما كنعرفوش بزاف ديال الاسماء ديالهم كيتالق في السينما في المسرح في مجال الاقتصاد في مجال التيام كاين في المغرب كاين على برا ديال المغرب، فالفضل كيرجع لهذا الراجل هذا اللي بحال وقتو من فلوسه اللي عاونا ربانا كبرنا شجعنا علمنا وساندنا، والجميل في الامر يا عزتي انه اليوم باقي حاضر معنا واليوم باقي كيساندنا وباقي كيعطي هذه المدينه هذه، فكنتمنى كل شيء يوقف
وندير واحد صلاة كبيرة لواحد الجنود المشغولين ديال مدينة تيزنيت تحية خلطة ووالله واحترام للقدر الروحي ديالنا والقدر الروحي ديال شيء كبير من 8 موقعين ديال مدينة تيزنيت فنقولوا لبايا تسلم اللي حاضر معنا فشكرا بايا في شخص الحسن بايا شخص رائع محبوب غادي نشوفوا الكلمه ديال الاستاذ ديالنا الحسن بايا شرف لينا شرف لينا شرف لينا شرف معنا كان تقوم في المحطه الثانيه من القافله التيفاوي للقراءه تحية لجمعية واز ولمن فكر في مثل هذا العمل. دعني في كل محاضرة كلمة سأقولها من خلال الورق. إلى كل القائمين عليها والذين سعوا إلى إخراج هذا الوجود في هذه الحفلة الجميلة. إنه لشرف كبير لي أن أقف أمام مستحضرا مختلف المحطات التي عرفها مسالك هذه المدينة الرائعة لأهلها وأركانها. أيها السيدات والسادة، إنه من الصعب أن يتحدث المرء عن نفسه في هذه المناسبات أمام وجوه قدمت الكثير لهذه المدينة وما زالت تضحياتها وخدماتها تتجلى يوما بعد يوم. وإنها لسعادة عامرة أن يجد المرء أمام ناظريه ضياء بعد ضياء بعدما ولا أخفيك سرا إن قلت بأن هذا ما جعلني أتحدث إليكم الآن عن شبرات من مسار حافل يبدأ النسيان على بعض محطاته تلهم شباب هذه المدينة المحبوبة للمضي قدما نحو غد أخضر. إخواني أخواتي، لقد كانت الشرارة الأولى في تجربة الجمعوية بين أحضان نادي التكاكيت بدار الشباب المقارنة بداية تسعينية القرن الماضي مع جملة من الغريبين على العمل التربوي بالمدينة، حيث عملنا منذ نشأة النادي على تنويع أشكال العمل مما ساعد على تهافت مجموعة من الأطفال المتعطفين للأنشطة التربوية التي كانت يومها نادرة بالمدينة. فمن خلال لجان التخصصية التي أنشأناها آنئذ كان كل عضو ممتثل للنادي يجد لنفسه مكانا يسكن عبره مظاهره، فكانت من جملة الأنشطة التي كانت تزاول داخل النادي الأنشطة والمسرح والمعالم التربوية إضافة إلى الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ساهمت في إغمار الجانب الفكري والمعرفي لدى أطفال النادي، كما كانت الصبيحات المنظمة لفائدة أطفال المدينة والبيئة الرمزية يومها بمثابة حديقة تتجمع فيها كل الورود المتمثلة في إبداعات طلاب النادي المتميزة بالنظر إلى الوسائل والظروف التي كانت شبه عادية. وحوالي أواسط التسعينية من القرن المنتظر، وأمام تراكم التجربة وإنهاء الحاجة إلى إقامة جمعوي يستوعب الأعداد الكبيرة الكبيرة من أطفال وشباب المدينة الذين جذبتهم الأنشطة التربوية الجادة للنادي، فقد قمنا بتأسيس جمعية اخترنا لها اسم جمعية نادي سيدي
حيث شكلت طفرة نوعية من العمل الجمعوي التربوي بالمدينة من خلال جودة الأنشطة التي كانت تقدمها لفائدة الطفولة التزنيدية سواء من حيث الكم أو النوع، فعرفت تألق مجموعة من المواهب الصاعدة التي أصبحت اليوم شاهدا على غزارة ونجاح تلك التجربة. بالإضافة إلى ما سبق فإن القطر الصيفية كانت من المحطات التي كان أطفال الذين ينتظرونها حيث يقومون على موعد مع المخيم الصيفي الذي كان تنظمه وزارة الشباب والرياضة وقتها بمدينة الإفنين، والذين كان يؤثره بعض من أعضاء جمعيات السندباد لفك تجربة الأنشطية والجمعوية، وقد ساهمت هذه التجربة الغنية في تحقيق الاحترام لدى الساكنة المدينة، فكنت ألقى من الجميع كل التقدير والمحبة لدرجة أنني وأنا أتجول بالمدينة أحس أن الكل يعرفني وبأنني أحد أفراد أسرة تزيدي المحبوبين. لقد كانت لهم أهم المحطات الأخرى التي حظيت بعملي خلالها بمعية إخوتي، أقيم لهم كل التقدير والاحترام، فكانوا عنوانا لخططنا ونكرانا للذات خدمة للطفولة والشباب في هذه المدينة التي نملك فيها وسائل الوصول لعالم جيدة، فكانت من النتائج الذات بناء جيل خط طريقه في هذه الحياة بخطط ثابتة مكنته من أن يتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع، واستطاع بذلك أن يحمل المشعل ويبني إلى النجاح خفاقا على النجاح خفاقا في سماء العراق والتألق، ونأمل من الجيل الصاعد أن يصل على نفس الذات. وفي الأخير لا ينسوني أيها الطفل الكريم إلا أن أشكركم واحدا واحدا واحدة على هذه الالتفاتة الكريمة التي أعززتم بها صدري ورفعتم من شأني، فإليكم أحمل كل عبارة الإكفاء بجميلكم راجيا للمولى عز وجل أن يمن عليكم بالعطاء والتبيير خدمة للمدينة التي احتضنتنا بحنانها ومنحتنا من خيراتها الشيء الكثير، فليكن دأبكم لهذا المستوى المجال الذي يتخطى الصعاب ولا يعرف في شبابه سبيلا. والسلام عليكم. شكرا بيا، شكرا 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 بيا. Thank you.